ملي تنتحدثوا على قطاع الصحة، أولا كنا في واحد المحطة ولا في واحد الخيار أساسي. ملي حطينا الإطار العام تاع اللي غادي نشتغلوا فيه، شنو هي التحديات وما يتطلبه من إصلاحات سواء للمنظومة ومن نستفيدو غادي نشتغل الأعمال. ما نتكلمش على مواكبة الميزانية ديال القطاع لتأهيل المنظومة وتمويل هذا الورش الاجتماعي، تكلمت على 9.5 مليار نتاع الدرهم المساهمة على لاراميديست. غادي نتكلفوا بتأدية التعويضات العائلية لمختلف الأسر ومختلف المواطنين على الأطفال نتاعهم بطبيعة الحال ولا تاع المقر المنطلقة في نهاية هناك أيضا عمل خصنا نواكبوه من خلال الإصلاح الضريبي. الإصلاح الضريبي باش نعرفو فين حنا وشنو خصنا يكاد وشنو خرجنا من المنظرة تاعنا وشنو خرجنا من الإصلاحات التي يجب إدخالها. أولا العمل الأول والإصلاح الاستراتيجي اللي خصنا نديرو خصنا نعطيو تصور واضح للضريبة، بمعنى أن العمل تاع الدولة ولا تاع الإدارة ما يرجعش هو التشريع، خصو يكون هو التحصيل تاع المداخل الضريبية. علينا أن ندخل واحد التحول عميق في عمل الإدارة لكي تنتقي الإدارة كانت غادي تصبح تقريبا تشتغل واحد 6 ولا 7 أشهر في إطار التشريع، انطلاقا من شهر ماي حتى نهاية ديسمبر كان الهم تاع الإدارة هو أنها تدخل في مفاوضات وتخضع لضغوطات باش التشريع يستمر. اليوم المطلوب من الإدارة هو أنها تعطي واحد التصور للتشريع وتحافظ على الاستقرار وتعطي رؤية وتعطي تصور واضح. المسألة الثانية وهي الإصلاح الثاني في المنظومة الضريبية كله هو أنه نوسع البيعان الضريبي باش نتمكنوا مستقبلا من تخفيف الضغط الضريبي، يعني مش نوسع البيعان شحال ما ممكننا للجميع وفقا للدستور الضريبي أو يشارك حسب المقدرات نتاعو. الموسع من الوعاء التي تعطي لنا فرص وهوامش لخفض الضغط الضريبي، وهذه الضريبة بالمناسبة بطبيعة الحال هي وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية لإعادة توزيع الثروة، ولكن أيضا هي عامل محدد في جلب الاستثمارات وتحديد اتجاه الاستثمار العالمي على المستوى العالمي. ماشي الانسان زعما غادي يظن الى دار واحد المستوى عالي نتاع الضرائب راه الناس غادي يخضعوا للامر الواقع ويبداو يشتغلوا. الناس تيديروا مقارنات، تيديروا لو بنش مارك في شنو واقع في العالم، تيتخذوا القرار، تاخذوا القرار. ومن بين الامور الاساسيه التي تحدد وجه الاستثمار هي الاداره تاع الضرائب، هي المعدلات تاع الضرائب، هي ما يسمى بالضغط الضريبي، لا بريسيون فيسكال. انا غادي نجي للضريبه تاع التطبيب، غير عطوني شويه خاطركم باش نهضروا على الاطار العام. هذه الضريبه كنتكلموا عليها بزاف وخصنا نعطوها الوقت باش نجيو لها. المساله الثالثه اللي بغيناها في الاصلاح تاع الضريبه اللي بدينا فيها السنه الماضيه هي اننا نعطوا واحد الضريبه
يعني في متناول جميع المغاربة، جميع المواطنات والمواطنين. ما تكونش معقدة، ما تكونش فيها قراءات متعددة، ما تكونش كتخضع للقراءة نتاع المسؤول الطريق المحلي أو الجهوي. تكون في متناول وهكذا بدينا السنة الماضية وبدنا يوتي ضريبة على الشركات هذه فلا تكون من هنا حتى النهاية الولاية. وأخلاقيا شرعنا حتى النهاية الولاية الحكومية باش نحافظوا على كما قلت على المدة الولاية والاختيارات السياسية تاع كل حكومة. وقلنا يوتي ضريبة على الدخل بأنه الهدف منها كانت السلامة وفرض العادي نقاشات وهي نقاشات أعتبرها شخصية صحية لأن شو الضريبة أولا مجموعة من الناس يفهموا بأننا إحنا مش فرد فيسكال إحنا وزارة السلطوس حسب التخطيط تاعو والقرارات تختلف ولكن الهدف من الضريبة على الدخل هو أن الإنسان يربح واحد الدخل يخلص عليه واحد القدر تاع الضريبة. ودرناه باش يكون في العديد من الحالات بأنه خصو يكون تكون هذه الضريبة تاع الدخل درناه في العديد من الحالات روتوني على سوسو لسبب بسيط وأنا غادي نجي للإصلاح المقبل بعد السنة اللي هو الضريبة على القيمة المضافة لسبب بسيط أن الإدارة وما كاينش في شي دولة في العالم أن الإدارة يكون عندها الإمكانات تراقب 200 ولا 300 ألف واحد اللي يشتغل سواء في سيستم ديال أو لا بيرسون فيزيك سيستم با متر أوتون دو فونكسيونير على ديريكسيون ديال فكان اللجوء إلى يعني لا روتوني على سورس. واعتنى التصور من أن نهاية الولاية أيضا في باخص سنواصل ذلك الإصلاح بضريبة على القيمة المضافة. القيمة المضافة ضريبة على القيمة المضافة فيها مجموعة من الاختلالات. الاختلال الأول هو أننا في بلادنا عندنا مجموعة من التعليمات عندنا 0.7-10-14 بعد وهذه الحالة تاع لي طو تتحدث واحد مجموعة الاختلالات في منظومة الإنتاج. واحد تيشري واحد السلعة ب20 وتبيعها ب7 ولا ب10 تيكون عندو واحد الفيتوار تاع 10%. هذاك الفيتوار يكلف اليوم الدولة في بلادنا أكثر من 14-15 مليار سنوي وهو قرار غير مقبول. الضريبة خاصها نورمالمون نادر في لاشين اللي تيشري ويعاود يخدم ما خصوش يتضرر من الضريبة على القيمة المضافة. شوفها هو اوبسيرفي لا نيتراليتي والضريبة على القيمة المضافة تمشي للمصروف وبلا بد اننا نصلحوا هذا الموضوع هو اللي غنديروا في المشروع القانون المالي ان شاء الله المقبل. وفي اطاره كاين مجموعة من الموارد ومن بينها الأدوية التي تهم القطاع. فمشينا لمدة سنوات أننا تنهبطو تنمشيو بلي سيغمون مشينا للأدوية المرتبطة بالسرطان مشينا للأدوية المرتبطة بالسكري إلى غير ذلك وخلقنا واحد المجموعة تاع حتى يعني في التحليل تاع الأمور كطرح صعوبات إلى دي برودوي بروش إلى دي برودوي كومبيني خصو يخرجو بالمريض مسؤول واحد ما في واحد ما فيش إلى غير ذلك. التوجه الآن أننا نمشيو إلى ما يسمى بضريبة على القيمة المضافة لمجموعة من الأمور الاجتماعية ذات الطابع الاجتماعي والمستهلكة بشكل كبير. والتوجه تاعنا والتصور تاعنا في الإصلاح أننا نرجعها لزر نرجعها لزر يعني اليوم اللي طرشوا اننا زدنا 14% وزدنا واش نابورتي واش بروديكت لوكالمون واش اونبالي واش تباع في المحلبه والله تشي كله
بغيت نشوف المجهود اللي تتبذل الاداره الدوله ما تيخلصناش داك الشيء اللي تعجبو بلاد كبير. تلقى في واحد 20 ولا 30 مليون تاع الدراهم دونك والمجهود ما كاين الوغ كو سي ان برودوي دو كونسوماسيون اكسيتيرا. هاد الشيء اللي بعيدو فين كاين البيضوار اون دو هوموجينيزي وفين كاين شي شوية كونسوماسيون دو لوكس اون دو تاكسي. الصور تاعنا هو هذا. ودوك الادويه اللي كانت عاليه ودائما تطرح اشكال وتطرح نقاش بداو الجهد هو اننا نحيدو داكشي كلو آملين انه تعكس على الادمانات الادويه وما تضاعفش الهوامش تاع الربح اللي مشتغلين فيها. وغادي ناخذوا الاجراءات ان شاء الله باش نديرو هاد المسألة هادي. أنا مبغيتش ندخل في الأمور اللي ما تنقص منديروش عليها. عطاوني كلشي الأمور الأدوية لأن هاد الموضوع غادي ينتهي كاع. ما نتكلمش على الإعفاءات اللي كاينة على المواد والسلع اللي تتخاد من مختلف مجموعة من المؤسسات اللي تتشتغل عندكم في القطاع. ما ناخدش الإعفاء الضريبي تاع الرسم المهني اللي كتستافدو منو الأطباء من الصحات اللي مدة 5 سنوات انطلاقا من مزاولة النشاط. أعتقد بأنه إلى بنا تكون عندنا تعامل واضح وشفاف مع القطاع. اولا انا نذكر ما كاينش شي مهنه حره الغايه من التضريب نتاعها على ان الضريبه ترجع عليه، ولكن ما يمكنش يكون عندنا في المجتمع نتاعنا واحد الموظف تيخدم 5000 درهم وتنديرو له لاروتين على سورس وواحد يزاول واحد المهنة حرة كيفما كانت تدخل أرباح تساوي عشرات المرات تاع 5000 درهم ويقول لي يا ودي ما نخلصش بها. ولكن المهم وأساسي أنا غادي نسمعكم ولا حتى تسالوا النقاش تدخلوا في الأمور جميع التفاصيل المميزة، ولكن إلا بغينا نبنيو واحد النظام ضريبي سلس واضح وشفاف اللي فيه حفاظ للسيد اللي تيخدم. أنا نعطيك مثال بسيط وهدو الأرقام. ليير لامبوسيو دو روفوني اللي تيخلص عند الطبيب اللي موظف في وزارة الصحة هو كتر 3 المرات المعدل تاع الضريبة الدخل المصرح بها من الأطباء اللي تيخدمو في القطاع. ياك وزارة الصحة محتاجة تحافظ إلا هذاك خدام بالخسارة يجي يخدم دونك إلا بغينا نبنيو هاد المنظومة الضريبية إلا بغينا نبنيو المنظومة لي شارج سون ديتيكتيف غادي نعطيك كلمة نتكلمو بلوضح. حنا التصور تاعنا واضح إلا كلاب لامبوسيو لو روفوني متتماش بحال لامبوسيو لو روفوني تاع الدخل الصلاحي لأن لامواتي تاع العموم إلا هو طلع هبطو، إلا خصو يتراجع نراجعو، ولكن هذاك اللطو اللي غادي نديرو في القانون غادي نطبقو، بشكل تشاركي، بشكل في الحوار المستمر، وفيه الوضوح، وفيه الشفافية. أنا أعتقد بدا الانسان اللي تيربح 100
إلا خلص 20 دولة وشد تبرعت 80 تعرف في طمأنينة وسلام خير بس خير بس. واليوم هالإصلاح اللي تتكلم عليها تاع الدولة وهذه التحديات اللي مطروحة أمام الدولة وهذه الإشكالات اللي مطروحة أمام الدولة تحتاج التضامن تاع الجميع والتضامن التجليات نتاعو نوبل تتبان في الامور تاع الطريقه. وحنا على نجيب الاداره تاع مختلف الهيئات بمختلف مشاربها وبمختلف تعدداتها فين ما عندكم ضرر نحيدو تدير 120 مليون درهم مع الدولة مع الدولة الدولة تدخل صلاح مؤسسة عمومية وتيجي تجيب لي تعطيك 10,000 درهم في الطريقة الدخل ايش ولا واحد الإصلاح طريقي ولا واحد البناء تاع الدولة واللي مهم الإصلاحات الضريبية الإصلاحات الاجتماعية علاش خصنا ناخدو هانتو هاد لو بيزنس كلو اللي غادي تضرب على الأقل في ثلاثة هو لصالح الأطباء ولصالح المشتغلين في القطاع ولصالح المستثمرين في القطاع ويديوها من أنت إشكال. بالعكس بالعكس أعتقد بأنه اليوم الأطباء خاصة اللي كيشتغلوا في القطاع الخاص كاين أمور أخرى أهم بكثير من الضغط الضريبي اللي خص فيها المواكبة. خصهم يكون عندهم العقار تاهم في المتناول ويعاملوا وتعاملوا استثماراتهم بنفس الطريقة نتاع الاستثمارات الصناعية اللي فيها تسهيلات وتكون عندهم يعني مجموعة من التسهيلات في الاستثمار يكون الدعم تاع الاستثمار ولو في احجام ما كتوصلش لداكشي اللي كاين بريفي في لي شارت. وكاين بزاف تاع الامور اللي الا فكرنا جميعا وحيدنا لي بريجوجي ونساو حنا بغينا وهذا هو الهدف. انا شخصيا مع الاداره تاع الضرائب اليوميين تنقول لهم خصكم تنتقلوا من ديك الاداره اللي كتخلع البعض الى اداره كيحبوها الناس خصكم تخلقوا مع الاطراف. واعتقد بان الاشكال ولا كذا كانوا مجموعه الاشكالات في التواصل ولا كذا الصلوات والتطورات واللي اهم عند المغاربه والمواطنات والمواطن بحال العالم على ان البرودوي تاع الضريبه خصهم يشوفوه في التنمية تاع بلادنا في القطاع الصحة أكثر من هذا. إلا كانت شي مشاركة في الضريبة فأضعاف هذه المشاركة ستوجه للقطاع. راه القطاع هذاك لو هاد 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 4 مليون الأسر تاع لي راميتيست اللي تنخلصوا عليهم حنا اليوم أقوى دوبي راه بيان سور الطبيب اللي كان قبل في القطاع الخاص كان ما كياخذوهمش دابا غادي يرجع ياخذوهم لان يجلس عندهم لاسيونس فرات اوبيلاتوار بحالهم بحالنا. هاد لا كونسوماسيون تاع لي ميديكامون انتوما كتعرفوا هادشي ما كاينش شي بنش مارك في العالم درنا فيه لاسيونس مرضي اوبيلاتوار جينيراليزينا وما طلعش في فوطرو. دونك c'est mon corps à notre chiffre d'affaires. Donc, aide la progression, aide les objectifs, aide le développement dans le monde d'Oman, parce que à la donc, TVA médicaments, tendance zéro. Hier, petit les 5% à la source, etc., il y a des problèmes,
او كادرو رجل لكم السيد امين العام الفريق نتاعو غادي يكون احسن مرافع في الاداء في البرلمان. حنا قبال نمشيو للبرلمان كادرو كاع السعوديه ونبنيو هاد المنظومة باسكو اليوم اللي تنقولو بعد هاد لابوزيسيون راه السيفولا اللي خص الانسان يتعامل معاه بشكل ايجابي سافا بيرميتر دافوار ان بيلون سافا بيرميتر دو ريكوبيري لا تيفير دو لا ديدوير سافا بيرميتر دو بينيفيسيي دي زونكوراجمون دو لانفيستيسمون. دونك il y a il faut pas regarder il faut pas prendre les choses vers de l'angle négatif. Ça va moderniser le secteur, ça va permettre la tarification correcte, etc. La tarification, le projet de l'EFE Muscla, بعد ان ستابيليزيو اجيب وسط ندخلو هاد الناس ستابيليزيو هادشي كل يوم. انا نتكلم معاك بصراحه اليوم وغدا والسيمانه الجايه كنت تذكر جي بي با بو دير سكرين شوز فور بلاير اون ولك حنا ندخلو هاد الناس ساليو هاد المنظومه بعد هاد العام عاد دخلو الناس خصو شي ستابيليزيو اللي خدام وخصنا نحطو لا طاريفيكاسيون إلا بغينا نحيدو لي براتيك كي نويز على كل موند يلفو كيلي اون طاليفيكاسيون كي رفلات لاكت إي كي رفلات نتفقو عليها نتفق. ولكن علاش كنبداو نقولو لا سابسوري أنا شخصيا كنت كنغدا وموقف تنقولهم ميمكنناش نفتحو هادشي وحنا تنصوبو في لي راميديست باش يدخلو لهم خليو بعدا يدخلو نعرفو بعدا اش عندنا نعرفو لي زيكيليب سي حسن. انا قبيله كان لي الناس خصنا نعيدو النظر على ليكيليبري لي ديفاي باسكو راه هادشي كلو راه سي اون ناسيو باسون ليكيليب لا بيرينيتي صرا فوتي هو غيهضركم على التحديات وغيهضركم التحديات كاين دو واحد التحدي عندهم هو ليكيليب توازن المالي نتاع لو سيستيم باش نقدروا لا بيرينيتي نتاعو وهذا لا بيرينيتي il faut la raisonner il faut raisonner la tarification en fonction de ce qu'on aura avec quel de quelle assiette parlons et quelle est sa consommation et quelle est la tendance de ces trucs mais les tirer les analyses hein avec la assiette ou là mais il faut parler d'une tarification juste et qui évolue. Je suis d'accord, les choses ont évolué. Moi-même, je trouve aberrant que la consultation va peut-être dire 80 dirhams ou quelque chose, ça ne correspond pas à la réalité. Parce que la réalité est autre. On est d'accord, c'est un chantier qu'il faut ouvrir avec beaucoup de sagesse. Et puis, le troisième segment, c'est le médicament. Le médicament, on a une analyse profonde. استعملنا فيها الخبرات الأجنبية وكنا لي ديسفونكسيونمون لي كاينين نقدرو نذكرو فيهم مناسبة لي ريتيم أو كان بروبلام. المهم هو أن لي بغا يستثمر في الدواء خصو يربح 10% بحال كاع المقاولة في العالم وخصو يربحها حقو ولكن المواطن ما يشريش الدواء ب 300% تاع bien sûr. Je vais vous dire, il faut la corriger. Il est aberrant, elle n'a pas touché les filles, elle est dehors. On lui met des factures au lit, je n'appelle pas le CNS, ça n'a pas touché, je n'appelle pas le CNS. Il doit avoir un peu de temps à l'heure. Deux, ليير اللي بغينا نعملو اللي بغا يناقشو الصعوبات نتاعو النقاش مفتوح
قالني الحرة قاعد تزيد من المائدة كلهم قاعد نقاش مفتوح كاين غير واحد لاين يروج هي ما نخلصش غير هادي أنا معاك ثلاثة الأدوية موضوع نقاش وهذا لا طاريفيكاسيون خصنا دابا تحت فوق الأطار إلفو لابويش قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.